أكيد إلى منطقة كوبوشيا. فهذه المنطقة عرفت بأنها هي المهد الأول لميلاد الأغنية في السودان. الشروق وثقت لهذه الحقيقة التاريخية من هناك. سحاب مدرب ومسك البطان وغرب أبشري بالخير يا شقرو خير قرو يا شقر خير قرب أبشري بالخير يا شقر خير قرب. بخلاف أن منطقة كوبوشية هي الحاضنة لكنوز وأسرار وخبايا مملكة مروي بأهراماتها ومواقعها الأثرية التاريخية العظيمة، فإنها تعتبر مهد الغناء السوداني الذي وضع لبنته الأساسية فنان المنطقة محمد ود الفكي عبر أغاني الطنبور قبل أن ينتقل بها إلى أم درمان. المنطقة اشتهرت بأغاني الطنبور وهي اللبنة الأولى للأغنية السودانية التي أتى بها محمد ود الفكي من هذه المنطقة إلى أم درمان، ومن بعد تطورت من الطنبور إلى حقيبة الفن إلى أن صارت هذه الأغنية السودانية المتعارف عليها الآن وما تعزف بالأوركسترا وكذا. نعم، هي تقريبا من هنا كان الغنى، من هذه المنطقة كان القناء الحر، القناء السوداني الأصيل، القناء الذي لا يحمل أي جهوية أو قبلية، بل هو قناء السوداني كله. كبت من الدغس عينيها سببنا من الوحدة عنوالها طالبك بالله لذول غيري لا تديها طالبك بالرسول دين روحي علقت فيها ليت الكمال والكل ضياع
إذن فإن كابوشية ومن قلبها النابض بعبق التاريخ وعنفوان الحضارة والحداثة البجراوية كانت منذ قديم الزمان وحتى الآن مركزا لأغنية الحماسة والدلوكة بإيقاعها وطقوسها الشعبية المعروفة. المنطقة اشتهرت بالإضافة لهذا اللون، هذه اللونية، هنالك أغاني الدلوكة وأغنية الدلوكة وكما نشاهد فيها الآن هي إيقاع سوداني أصيل يعرف كل السودان، وحتى داخل المدايح النبوية هنالك هذا الإيقاع، وإن كان يحمل اسم يختلف من أغنية إيقاع الدلوكة. فإيقاع الدلوكة أو ما تعرف في مناطق السودان المختلفة أو في المدن بأغنية الحماسة، أما في هذه المنطقة فهو اسمه غناء الدلوكة. غناء الدلوكة الغناء الأغنية الأساسية فيه الأغنية الثقيلة، هي عبارة عن سمع ما بتخللها إلا زي ما بنقول النزعة أو الصقرية، لكن ما فيها عرضة، ما فيها ضوء صوت، ما فيها رقص بتاع بنات. أريد عوادي الخيل ودابي كركرو صيادي ليك ما أبشيل تقيل يا وذبرني خوي صاقعت هيا في المروي
ومن بعد محمد الدلفكي جاء فنان المنطقة عبد الله الماحي الذي تغنى بأغاني الطنبور والحقيبة، وهو صاحب أول أسطوانة تسجيل فنية تدخل للسودان من خارجه. عبد الله الماحي من هذه المنطقة، منطقة البجراوية، هذه منطقة محمد الدلفكي، ومن ثم عبد الله الماحي، وقبلهم كان محمد البعجوم أستاذ الدلفكي، ومن بعد الدلفكي استلم الراية عبد الله الماحي. عبد الله الماحي تغنى بأغاني الطنبور التي كان يتغنى بها الدلفكي في ذلك الزمان، وبعد ذاك عبد الله الماحي غنى بالأسلوب بتاع ما يعرف بأغنية الحقيبة. وعبد الله الماحي كما هو معروف للجميع انه صاحب اول اسطوانه حقيبه الفن تدخل الى السودان. برجال عاتم سماه انفي وطر زين باسمه، كنتم في ساعة الزمن من ولاية نهر النيل. نأمل أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا. تحياتي والفريق العامل، حتى الملتقى، في أمان الله.